ثالث الجريمة العائلية اللي احنا بنركز عليها. ايضا الاسكندرية اهتزت على اخ بيذبح شقيقه بالطريقة اللي هتشوفوها. الجريمة العائلية ليه؟ لان احنا مجتمعات مترابطة ومتماسكة، لكن شوفوا ازاي كم حادث نتناوله بشكل يومي. الجريمة العائلية تحتاج الى تحليل نفسي واجتماعي كما نؤكد دائما. أنا نازل لقيت مامتهم بتخبط على الباب، قابلتها قلت لها في ايه؟ قالت العيال مش عاوزين يفتحوا. قعدت اخبط معاها حقيقة، افتح محمد افتح محمد احمد، مش عاوزين، مفيش حد بيرد. كانت الساعة 8 كده، مفيش حد عاوز خالص. قالت لي بقى طلعت بتفضلي فوق. ما لا 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 طلعت اتفضل، ما اعرفش بقى انا دي. قعدت بتاع ربع ساعة مخبط، طلعت قالت لي طب انزل انت شوف مشوارك، طلعت بتفضل فوق اقعدي مع المدام فوق وبعد كده نشوف الحل دوت. قالت لي لا 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 طب انزل انت شوف. نزلت بقى ما اعرفش بقى، جيت بقى اتصدمت بقى بالخبر ده، اتصلوا بيا طلعت الشغل وجيت في ساعتها. خبر صعب حقيقي. العيال دي متربين معانا، احنا مربينهم، عيال كانوا مؤدبين جدا فوق الوصف يعني، عيال جامعين، مش عيال. الكبير خريج كليه التجاره باين، والتاني برضه في الكليه اخر سنه، هو الصغير شويه بعد يعني، كان في يعني حاجات قلق كده، كل شويه يتعارك مع، انت عارف الشباب يعني سن ازاي، يتخانقوا مع بعض، يتخانق مع شويه يعني كده يعني، عادي العادي العاديه. حد جاي يشتري مني حاجه وبيقول لي انا هقول لك حاجه ما تتفاجعش منها يعني، فبيقول لي احمد ومحمد ولاد الاستاذ سمير ضربوا بعض، منهم واحد مات. ضربوا بعض؟ اه. قلت له هو قال، ممكن يكون قال الالفاظ دي، طبعا من الكلام اللي جاله كان فيه مفاجاه غريبه الشكل يعني، او صدمه الواحد مسبقين لي منها يعني، مش متخيل لحد دلوقتي. انا لحد دلوقتي بقول لهم انا مش متخيل، متخيل ممكن يكون خناقه زي بين اتنين اخوات، زي اي اتنين اخوات بيتخانقوا، بيختلفوا في وجهات النظر، بيزعلوا من بعض، ممكن يشدوا هدوم بعض، ممكن يزقوا بعض بس وخلاص، انما توصل لضرب، ممكن واحد الكبير يتفزع على الصغير يضربه قلم بتاع كلام ده، الصغير يغضب يرد القلم كده يعني، ده كل اللي انا متخيله، انما اتخيل فجعه لحد دلوقتي انا عقلي مش مستوعبها. احنا سمعنا اصوات امه، فنزلنا لقيناها واقفه على الباب وبتقول الولد مات، هاتوا النجده. واحد بقى مذهول مش مصدق بصراحه، انا مش مصدقه. لا والله كويسين مؤدبين، والله والله كويسين ومؤدبين، كل بيت بيتعارك وهم الاخوات مع بعض يمكن، بس هي دي بس، الواحد بقى مش متوقع حاجه زي كده بصراحه. الخبر دي الناس واقفه هنا بيقولوا الدور الرابع مقتول فيه جماعه، مين يا جماعه؟ قالوا الجدعين دول. قلت لهم لا، يا مصلي الفجر اول البارح قدامي، وامهم يعني ست كويسه وابوهم محترم، انا ما كنتش متقنع بالكلام خالص. اصحابي من زمان اصلا، الاثنين كانوا بيلعبوا كوره هنا في الشارع، واصحاب واحنا عيال صغيره اصلا. كنت موجود وقت الحادثه؟ اه كنت موجود. ما كانش فيه، احنا قاعدين في الشارع لقينا الحكومه جت والاسعاف دخلوا علينا وكده، بس لقينا محمد، الناس بتقول ان احمد قتل محمد، جم يكسروا الباب لقوا احمد قاعد على السرير، ومامته بترن عليه، راح جاي قال لها على فكره انا قتلت لك ابنك. بقراب جرايد بتاع في التلفزيون، بشوف في التلفزيون كان قدامي كده، الواحد جسمه اصعب الصراحه. عايز اقول العوض على الله في اخوات بصراحه، المجتمع بتاعنا اختل من كل حاجه بجد والله، يعني حادثه ممكن كنت تسمعها في الجرايد تقريها في النت، لكن تعيشيها كواقع كان صعب قوي. احنا هنا اهل المنطقه قضينا يوم صعب جامد جدا امبارح. اللي حصل ان الست والده احمد ومحمد جت، فهي كانت على علم ان الاثنين موجودين جوه، فتخبط على الباب اكتر من مره، لما مفيش حد بيرد اضطرت ان هي تتصل بيهم، مفيش برضو اي استجابه، فاضطرت بقى تخبط جامد، فبدا الجيران اللي معاها في نفس الدور ياخدوا بالهم ويسالوا في ايه وبتاع. جت النجده، وطبعا لما جت النجده تخش طبعا بتفتح الباب بصعوبه، وهو كان ليه رد فعل على النجده لما جت، كان بيحدفهم ان احنا عرفنا انه بسكينه وازاز انا بتهيألي مفيش اي حاجه في الدنيا تخلي اي اخ يعمل فرق. وده السؤال اللي بيساله كل اهل المنطقه، ايه الدافع اللي ممكن يكون احمد ومحمد عملوه ببعضهم؟
لان انت لو تعرفي اخلاقهم مش هتتوقعي ابدا ان ممكن حدث زي ده يحصل منهم. طبعا ما تشوفوا ده احمد طالب في كلية الحقوق، والتاني اخوه طال خريج كلية التجارة. لا، واحمد القاتل هو حاصل على بكالوريوس تجارة، ومحمد القتيل طالب في كلية الحقوق. يعني شوفوا الاخوان مؤهلات عليا يعني، وجريمة عائلية بهذا الشكل ليه وإيه الأسباب؟ يعني حتى الآن الناس في حالة فزع من أنه مهما كان المشاجرة بين الأخ وأخيه يمكن أنها تصل إلى هذه الحالة اللي يبقى نتيجتها في النهاية جريمة قتل. الأخ يقتل أخوه بالشكل ده.